أهلا بكم من جديد. يستعد البيت الأبيض لأن يكشف هذا الأسبوع مقترحات تفضي إلى تعاون دولي على صعيد الفضاء الإلكتروني، كما أعلنت الجمعية الرئاسية الأمريكية. وتحمل الوثيقة عنوان الاستراتيجية الدولية للولايات المتحدة للفضاء الإلكتروني. وذكر البيت الأبيض في بيان أنها أول وثيقة سياسية من هذا النوع تبين رؤيتنا الشاملة لمستقبل التعاون الدولي المتعلق بالفضاء الإلكتروني. وتشدد الوثيقة على الأولويات الأمريكية في مجال الشراكة مع بلدان أخرى وشعوب أخرى من أجل تأمين الازدهار والأمن والانفتاح الذي تسعى الولايات المتحدة إليه في عالم يزداد ترابطا. وللمزيد حول الموضوع معنا مباشرة في الاستوديو خبير تقنية المعلومات وخبير الجرائم الإلكترونية معتز كوكش. أهلا وسهلا بك سيد معتز. أهلا بك سيد معتز. بداية، هل لك أن تعطينا مفهوم الفضاء الإلكتروني بشكل موجز؟ نعم، طبعا أي عمليات في واقعنا الافتراضي تسمى عمليات بالفضاء الإلكتروني. طبعا احنا عندنا العالم الواقع اللي نعيش فيه احنا وفي الفضاء الإلكتروني. فطبعا الفضاء الإلكتروني هي أي عمليات، حتى الحين صرنا نشوف الجرائم الإلكترونية هي نفسها اللي نشوفها في الجرائم في عالمنا الواقعي، لكن بصورتها الإلكترونية، بصورتها الافتراضية، شيء غير ملموس، عالم غير ملموس. يعني الشخص ممكن يقوم بعمل جريمة معينة، احتيال سواء كانت نصب أو حتى تحرش مثلا في الأطفال، أي نوع من تلك الجرائم صرنا نشوفها بواقع غير ملموس. لا يوجد سلاح جريمة، لا يوجد مسرح جريمة، مثل المصطلحات هذه المتعارفين عليها بأنواع الجرائم أو بالحروب العادية، بنشوف في أسلحة، بنشوف كذا، بس لكن في عالم الافتراضي احنا بنشوف كل شيء افتراضي، كل شيء الكتروني غير ملموس في اليد، لكن يجري عبر الانترنت او شبكه الانترنت. طيب، حول هذا الخبر الذي ذكرناه قبل قليل، يعني لماذا هذه الاستراتيجيه جاءت في هذا الوقت بالذات برايك؟ نعم، احنا بنشوف طبعا بال 2010 خلينا نقول احنا بال 2009 وبال 2010 ازدادت عدد الهجمات الالكترونيه المشنه ضد دول، يعني انتقلت العمليه من حرب فيروسيه بين الاشخاص او بين الشركات الى وجود حرب الكترونيه بالخفاء بين تلك الدول. في مؤتمر في دالاس في سنه 2010 كان في مؤتمر الولايات المتحده، طبعا اجمع المؤتمرين انه ممكن تكون خسائر الولايات المتحده قد تصل الى 250 مليار دولار. لما نتكلم على 250 مليار دولار فنحن نتكلم على يعني رقم يوازي ميزانيات دول العالم الثالث. فطبعا الخسائر باستمرار، حتى بعد ذلك يعني شفنا انه الولايات المتحده عينت ايضا الكسندر كيف كمسؤول عن منظومه الدفاع الامريكي، منظومه الدفاع الالكتروني، يعني بما معناه انه صار في عندهم وزير دفاع الكتروني. طبعا بسبب حجم الهجمات الالكترونيه، هناك 100 هجمه بالثانيه تشن حول العالم من هجمات الكترونيه، سواء هجمات ضد دول، منشات حكوميه، سواء كانت ضد مصانع، ضد حتى منشات نوويه. يمكن شفنا احنا في نهايه 2010 كان هناك هجوم فيروسي على مفاعلات ايران النوويه اللي هو اجمع بفيروس ستاكنت. فيروس ستاكنت قادر على تعطيل مفاعل نووي، هو عباره عن فيروس كمبيوتر. فطبعا تعددت الهجمات الالكترونيه، تعددت اشكالها، سواء هجمات ضد مصارف، هجمات ضد افراد، هجمات ضد دوله بعينها، منشات حيويه في دوله، وطبعا هي كلها عباره عن فيروسات كمبيوتر. طيب سيد معتز، ما الخسائر من هذه الهجمات؟ نعم، الخسائر طبعا على صعيد كافه الدول، هناك خسائر طبعا قد تلحق بالشركات، سواء بخسائر طبعا الشركات التي تعتمد بمبيعاتها على شبكه الفضاء الالكتروني اذا تم تعطيل شبكاتها. نعم. هناك خسائر، انا ذكرت من شوي انه يمكن الولايات المتحده وحده قد تتكبد خسائر تصل الى 250 مليار دولار. ايضا في بريطانيا قد تصل خسائر الى اكثر من 4 مليارات جنيه استرليني، في ايضا في دول الاتحاد الاوروبي. فالخسائر الالكترونيه والخسائر من قبل الهجمات الالكترونيه ليست محصوره فقط في الولايات المتحده، لكن في كل دول العالم، حتى ما فيها دولنا العربيه. يمكن في منطقتنا العربيه لا يوجد ارقام، لكن هناك بعض الارقام تتحدث عن مليار دولار خسائر في دول الخليج وحدها بسبب الهجمات الالكترونيه. بقول بالنهايه انه الهجمات الالكترونيه ليست مخصصه ايضا، يعني ليست موجوده فقط في الدول الغربيه، ونحن في عالمنا العربي بعيدين عن هذا البعد. سيد معتز، هل هناك انواع لهذه الهجمات الالكترونيه؟ طبعا الهجمات الالكترونيه ممكن تكون هجمات ضد منشات. نعم. ضد افراد، طبعا خلينا يعني هجمات ضد اطفال، يعني نبتدا من احنا اصغر شريحه عندنا اللي هي شريحه الاطفال. هناك هجمات الكترونيه ضد اطفال، سواء محاوله التحرش فيهم الكترونيا، هناك هجمات ضد افراد، ضد مؤسسات، مؤسسات ضد مؤسسات، سواء بمبدا التنافسيه. نعم. افراد ضد مؤسسات. نعم. لكن اشهر تلك الهجمات طبعا هي هجمات الافراد ضد مؤسسات، مثل الهجمات الفرديه تلحق في بنوك، محاوله سرقه حسابات، سرقه بطاقات ائتمانيه، وهناك ايضا
هجمات دولية. يعني احنا بنشوف احنا يعني برجع بعطي المثال انه الولايات المتحدة يوجد لديها منظومة دفاع الكتروني اللي رأسها مثلا الكسندر كيت. نعم. الصين ايضا هي الطرف الاخر في المعادلة، قوت طبعا انشأت وحدات متخصصة في الجيش دعمتها بالتكنولوجيين، من الخبراء التكنولوجيين يعملون في ضمن منظومة الجيش الصيني. نعم. ايضا في بريطانيا هناك نداءات ايضا لانشاء وحدة دفاع الكتروني مستقل، يعني انتقل مفهوم عملية الدفاع الالكتروني من عمليات فردية مثلا او دوائر صغيرة او اقسام في شرطة الى انتقلت الى منظومة تصل الى حد وزارة مستقلة او شبيه بوزارة الدفاع الالكترونية للحماية من تلك الهجمات. طيب ماذا عن منظمات الدفاع عن هذه مثل هذه الهجمات في الدول العربية؟ نعم، في الدول العربية ابتدت بعض الدول العربية تاخذ بعض الاجراءات، طبعا بحكم احنا طبعا شريحة الاقتصاد عندنا بالدول العربية هي اقل من الاجنبية، لكن مثلا على سبيل المثال في دول الخليج، دول الخليج عامة، واتكلم عن تجربة الامارات لانه هذه التجربة يمكن انا شاهدتها بنفسي. في دولة الامارات عندنا في الاقسام المتنوعة في شرطة دبي او بشرطة ابو ظبي مثلا، في بشرطة دبي مثلا عندنا قسم للجرائم الالكترونية. نعم. قسم يعني احنا متعودين نسمع شيء اسمه التحريات الجنائية او المختبر الجنائي، لكن الحين في مختبر جنائي الكتروني في التحريات الالكترونية، اي شخص ممكن يتعرض لهجمة الكترونية. كثير من الاشخاص بيلجأ بيقول انه والله انا تعرضت لهجمة الكترونية معناته انا ما راح حد يحدد مصدر هذه الهجمة. نعم. لكن دوائرنا المحلية هنا وكثير من الدول العربية اصبحت باتت مجهزة اكثر انه تحدد مصدر تلك الهجمات او نوعيه تلك الهجمات. فطبعا على مستوى اقسام الشرطه يوجد اقسام متخصصه في الجرائم الالكترونيه. سيد معتز، هل هناك ايضا قوانين وتشريعات تحد مثلا من هذه الهجمات؟ طبعا، ولكن هنا ممكن اتكلم انا عن قوانين وتشريعات في بعض الدول. للاسف الشديد في الدول العربيه هناك تفاوت كبير بمفهوم الجريمه الالكترونيه. في بعض الدول العربيه وضعت تشريعات للجرائم الالكترونيه وبعض الدول غابت عنها مفهوم الجريمه الالكترونيه. نعم. اصلا يعني راح اعطي على سبيل المثال في دولة الإمارات أيضا هناك القانون رقم 2 لسنة 2006 اللي قد تصل فيه العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لكل من حاول سرقة بيانات، تحطيم بيانات، الدخول إلى مواقع الشركات، تعطيل مواقع إنترنت، محاولة اختراق أنظمة بنكية، تصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات. أيضا هناك قانون شبيه في ذلك في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي الأردن، لكن مثلا في مصر ما زال القانون على طاولة الدراسة. نعم. على كثير من الدول العربية لم يصل إليها هذا القانون أو لم تعترف بمبدأ الجريمة الإلكترونية حتى هذه اللحظة. حتى الدول العربية اللي وضعت قوانين هناك القوانين متفاوتة بين دولة لدولة. طيب دعنا نتحدث عن الدول العربية نستمر فيها. الأجهزة الأمنية هل هي مجهزة كفاية للحماية من مثل هذه الهجمات؟ شوف، الهجمات الفيروسية هي لا يمكن الحماية منها 100% طبعا، لكن ممكن مقاومتها أو ممكن الصد عليها. كثير طبعا هي ينبغي الاستثمار في الدرجة الأولى، الاستثمار في عملية البنية التحتية الإلكترونية. البنية التحتية الإلكترونية ليس المقصود فيها أن أنا أطور أجهزة الدولة مثلا أو أجهزة الكمبيوتر الموجودة عندنا. يعني حتى لو نتكلم على مؤسسة، بناخذ مؤسسة بحد ذاتها سواء كانت مؤسسة إعلامية أو مؤسسة نفطية أو أي نوع من المؤسسات. نعم. هي الاستثمار، لما نتكلم نحن على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، لا يعني الاستثمار انه انا احصل على افضل انواع الاجهزه وافضل انواع اللابتوبات الموجوده، لكن الاستثمار في البنيه الامنيه الالكترونيه. نعم. للاسف كثير من مؤسساتنا ما زالت تفتقد الى الوعي الكافي باهميه الاستثمار في امن المعلومات. حتى نحن احنا نتكلم على افراد كالافراد، كل واحد يشتري جهاز لابتوب يهمه انه يكون عنده جهاز لابتوب متطور. نعم. لكن ما يهتم ببرنامج الانتي فيروس، يحاول يحصل على نسخه مثلا كوبي. برنامج الانتي فيروس او الشركات اللي تساهم في مقاومه هذه الفيروسات بتقوم بعمل ابديت بشكل مستمر. عمل ابديت بشكل مستمر. نعم. على هذه البرامج. فالاشخاص اللي بيحصلوا على كوبيز او الشركات اللي مثلا ما بتهتم في موضوع الانتي فيروسز، من السهل جدا اختراقها، من السهل جدا اختراقها. البرامج هذه بحاجه لتحديث، بحاجه لتركيب عدد اكبر من تلك البرامج. في شيء احنا نسميه الفاير وول، هي عباره عن اجهزه ايضا تقوي عمل البرامج الفيروسز الموجوده عندنا او مكافحه الفيروسات. لكن للاسف كثير من المؤسسات، وانا اؤكد طبعا انه 75% من المؤسسات حول العالم طبعا حسب تقرير سايمنتك. نعم. في سنة 2010 تعرضت لهجوم الكتروني. بغض النظر شو نوعية هذا الهجوم، لكن 75% من الشركات حول العالم تعرضت، بينما العدد كان في 2009 55، بال 2003 كان 10%، العدد في تزايد مستمر. ممكن بال 2011 نتكلم على 90% من الشركات. يعني نكاد نقول انه لا يوجد شركه لم تتعرض لهجوم فيروسي، سواء هجوم على موقعها الالكتروني، سواء هجوم على ملفات الشركه المخزنه على تلك الاجهزه. طيب من يقوم بهذه الهجمات؟ يعني هل هناك من قبض عليه مثلا، او من عرف مصدر هذا الهجوم؟
نعم، الهجمات الإلكترونية بشكل عام ممكن الشخص اللي يقوم فيها الطفل، نعم، طفل صغير هاوي، لأنه كلها عالم افتراضي، لا تحتاج إلى سلاح جريمة، تحتاج إلى جهاز كمبيوتر، شخص لديه بعض الخبرة بيقوم بإنشاء هذا الفيروس، نعم، لكن تعتمد على مهارة هذا الشخص. يعني احنا ممكن نشوف طفل ممكن يقوم، سمعنا عن كثير من الحوادث أنه مجموعة من الهواة الأطفال أو المراهقين قاموا باختراق نظام شركة فلان أو نظام بنك فلاني في الولايات المتحدة أو ما شابه. هذه الهجمات الإلكترونية ممكن الشخص أي شخص يقوم فيها، لكن تعتمد على نوعية الأشخاص. يعني إذا قارنا مثلا الفيروس زيوس مثلا أو فيروس ستاكنت اللي صمم لمهاجمة الأهداف مثلا النووية الإيرانية كما يقال، هذا الفيروس كان مجموعة من الخبراء خلفه، هي تعتمد على وزن الفيروس أو قوة أو مدى تأثير هذا الفيروس. الشخص اللي نتكلم عن شخص هاوي عادي ممكن يقوم بإنشاء فيروس من السهل مقاومته، لكن الأشخاص المتطورين، الأشخاص الخبراء عندما يجتمعون لإنشاء فيروس فقد تكون عواقب وخيمة جدا طبعا. فبالتالي يعني عملية من يقوم بتلك الهجمات تعتمد على هدف الشخص. نعم. إذا كان طبعا هناك حتى يعني في سوق سوداء لهذا الموضوع، هناك بعض المأجورين، يعني قيام بعض الدول باستئجار بعض الهاكرز احنا نسميهم أو أولاده، نعم، لإنشاء فيروس معين بصدد يعني توجيهه لهجمة دولة أخرى. وهذا ما نشاهده. يعني في البداية تكلمت أنه الولايات المتحدة أو الصين أو بريطانيا ابتدت تأخذ منظومات دفاع إلكتروني لأنهم أدركوا أهمية هذا الحدث، نعم، للمستقبل. سيد معتز، احنا شاكرين حضورك وعلى هالمعلومات القيمة هاي. كان معي حول الموضوع خبير تقنية المعلومات وخبير الجرائم الإلكترونية معتز كوكا. شكرا جزيلا. شكرا لك.